عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد في نهار جديد. فيديو متاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. الفيديو متاع اليوم باش يكون مقلب في نسيم، في بالي نسيم تعرفوه الناس الكل، فرجتوا فيه في برشا فيديوهات معايا. اليوم اللي باش نعملو في نسيم من قبيله يحب مريض، هو يحب على كيس ترونجية. تعرفوا ترونجية احنا تونس معناتها اول حاجة امك وبوك يقولوا لك هيك ترونجية بست تتفرهد. كما تشوفوا هيك حضرت ترونجية، حضرت ضيية ماتريال الخدمة ومعاها مغرفة باش نخلطوا بها. باهي الأولاد اللي باش نعملوه تويكية، جبت حريبش منهم حربوشة باش نحطوها النسيم قبل ما يفيق بينا. ديجا الحربوشة شو باش نعملوا له؟ باش نحطوا الحربوشة باش نهرسها في ضيية في المهراس كيما تراو، وبعد كي باش نحطها له في الطرنجية نتاعو وهكيكا بسات نجم نرقدوه. حربوشة ترقد. باهي الأولاد تويكية شوفوا معايا قبل ما نبداو الفيديو. إذا كانك أول مرة تفرج فيا وعجبك الفيديو وكل شيء، متنساش تعمل لايك. إذا كان زاد عجبك الفيديو وتحب ديما تتابعني، اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات هكيك تولي تتابعني في كل فيديو جديد. باهي نبداو الفيديو نتاعنا الأولاد تويكية. كيما تشوفوا هذوما هما الحريبش اللي باش نعملوه. شوفوا الحربوشة هذي كيما تراو باش نحطوها لنا، هذي باش نرجعو نخبيوه بست ما يفيقش بينا. شوفوا معايا تويكية باش نهرسو الحربوشة هكا كيما تراو. فوالا كيما ريتو توكي الحربوشة هرسناها باش نحطوها ديريكتومون لنا. فوالا تويكا رجع هذيا الخدمة نتاعنا. كيما تراو الحربوشة هبطت في الطرونجية، تو باش نخلطوها باش ما يفيقش بها. هو راهو على فكرة من قبل يحب على ترونجية وكل شيء، غزر لسارة أخته قال لها اعملي ترونجية وكل، وليت أنا جات في مخي الفكرة زربت معايا صدام قعد يصور وعملنا له الفازة هذيا. تو كيفاش نعيطوا له باش نخبيه ديجا هذايا باش ما يفيقش بيا، باش نحطه وراء الكاميرا. شوفوا معايا باش نخبيه لنا. تك فوالا خبيته وراء الكاميرا غادي كايا وفي بلاصة ما يتظهرش وكل. اللي باش نعملوه تو كي على اساس نعملو في فلوك على رواحنا وكل، باش نقولو وجه هيك هاو الطرونجية نتاعك نزيد نخلطوها بالكبي وتحبلو شوية وقت هكايا وباش بسات يرقد معناه. كي باش يرقد باش نعملو مقلب وباش يقوم باش يلقى روحو في بلاصة ماهيش دارهم ماهيش حتى شيء. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، شوفوا نسيم تو كي باش نعيطلو وشوفوا شو في يصير. نسيم خايف نشرب بينا ما نضبطش شي، نحب نذوق اما نسيم نسيم ولا لا الترونجية اوكي. نسيم مريض من قبيله اجت الترونجية دخلتها في بلوج. لا مش في بلوج، شو بيتعمل في بلوج بتعيط كما تراو نسيم مريض. ايجا عاد ايجا 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 باش نحكيو عليك كيفاش مريض وكل شيء. اشرب خويا الترونجية نتاعك واقعد حذانا وباش نعملو فلوج. كما تراو الوليد اللي باش نعملو توكي نسيم باش يدخل معانا في الفلوج، باش نمشيو لبلاصة سمحة. كما تراو قاعد مريض مسكين يشرب في الترونجية نتاعو، وباش نمشيو نشوفو حاجة جديدة اليوم باش ندوركم في البلاصة اللي احنا فيها، باش نمشيو نزورو برشا بلايص اخرين. اقعدوا معنا في الفلوج كيما تراو نسيم يشرب في الترونجية نتاعو، امورو مريقلة، ستة زيت امورنا مريقلة. ان شاء الله نغوروا احنا شوية اخر. الاولاد التويكية اللي باش نعملوه باش نهزو نسيم معنا في الكرهبة ونخليوه يرقد في الكرهبة، وحضرت له شوية ماتريال. دوبا ما باش يرقد باش نهزوه لبلاصة بكلها ثلج ما ينجم يعمل حتى شيء. وشوفوا معايا حتى للاخر، اقعدوا معايا الفيديو حتى للاخر هكاكا تراو شو باش يصير فيه، ونشوفوا ردة فعله وشنو باش يعمل وما يعملش وشنو باش يصير فيه. اقعدوا معايا شوفوا المقلب كيفاش يصير. فوالا الاولاد التويكية وصلنا لهنايا كيما تراو معايا. شوفوا يجي شوفوا نسيم بعد ما شرب الحربوشة هزيناه في الكرهبة، هكا نسيم راقد باش نتاكدوا اللي هو راقد كيما تراو. باهي الاولاد اللي باش نعملوه جبناه في بلاصه بعدنا على الدار، فما حكايه نصف ساعه كيكاي على الكهربه. قعدت ندور به وكل كي ريتو رقد وليت خممت باش نجيبه. باهي شوفوا معايا اللي باش نعملوه توكي الاولاد. لنا حضرنا جرايه تنفخ، وهذيا باش ننفخوها كيما تراو صدام باش ينفخها توكي. اللي باش نعملوه توكي الاولاد ساهل برشا الحكايه. كيما تراو نسيم غادي كي راقد، باش نهزوا نسيم باش نحطوه على هذي. اللي باش نعملوه توكي شوفوا ساعه باش ننفخوا الجرايه بست نجم ونحطوه، وباش شوفوا معايا البلاصه لنا نخلي الصدام يبدا ينفخ
كما تراو البلاصه هنا ايكيا يخليوه ريقه في وسط الغابه فم ايكيا وكما تراو كلها ثلج انا بدي شوفوا رجليك كيفاش تدخل شوفوا الثلج قداش ثلج معناتها شبعه ثلج باهي اللي باش نعملوا تو ايكيا باش ننفخوا جرايه نحطوا نسيم غادي ايكيا ونبعدوا لبعيد ونبداو نشوفوه نعيطوا عليه وكل ونشوفوا ردة فعله كيفاش يقوم يلقى روحه في الثلج خلى روحه في الدار ما فماش ثلج جي لنا يلقى ثلج ومطيش وحده وما يعرف حتى شيء باهي خلينا ننفخوا وقعدوا معنا هاي صدقوني الاولاد باردة برشا تو كيف فما حكايه الا 3 درجه كما تراو الله اعلم ربي يستر انا احس حتى من البرد بركه باش يقوم وحده ما غير ما نعيط حطوا له شويه ثلج لاولاد نبردوا له الجناب نتاعو ناسيين زاد جناب وتبرد كرنا حطيناه في الفريجيدير بالرسمي حطوه في الفريجو حطوه في الهبطه خلي الزحمه لا حطوه جسم المقلب هذايا كيما تراو في نسيم ما نعرفش شنو ردة فعله ان شاء الله كيما تراو ولا نفخت بكدي اوكي شوفوا باش نحطوا نسيم انا وصدام باش نهزوه مع بعضنا نحطوه مش تخيل لا لا تو هتهزوا بجر عرفتي باش نايمو يمرض يموت الناشي على الاقل ما يموتش تزحلق قوانين كرم جبنا له عرفتي بالكرم الكبر اصبر اصبر اعملوا ده زحمه طب ايش حجر هذه هبطة هاك هاو هاو خلي هبطة اغسل 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 انا عملنا له سكي بالجريه هو ريق نسيم تعالوا نطلعوه طلعوه نحطوه بعيد هكا شوي يا مرحبا يا مرحبا Bon, c'est bon.
يا وليد كما تراو بدي الثلج يصب، نسيم مازال ما قامش، حاطط الكابوش والله قرست ما نعرفش هو معاش النجم، تلمو قرست وكل معاش النجم، وليد معاش تيق حتى شيء. كما تراو اللي باش نعملوه، كنت من الاول باش نبعد لبعيد ونرمي له كما تراو الثلج هكايا، نضربوه بيه ونشوفوه باش يقوم ولا لا. احنا واش نضربوه بالثلج باش نجربو نقاوموه ديريكت. كلا 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 صافا صافا خويا نسيم بيان اقعد اقعد صافا شي تكلمنا تو الحاكم قال لنا اش يعمل هني وكل جيني صور فيا بالرسمي نحكي معاك هو الحاكم هني يلا كلمنا الحاكم قال لنا نسيم مبيش لنا وكل جينا هو والهاو اللي كرهت الحاكم غادي بيك ما يجيش 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 ما مقبول شيء ما عطيتك ترنجية بس تصح صحيت على قاعدة دوش فيها ترنجية اقعد اقعد مسير ما تطيحش كما تراو الأولاد نسيم مازال دايخ من قبل أشد وأنا خايف لا يطيح لبيس 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 سور دوختي صافا صافا هاي الحمد لله المقلب تعدى على خير ولا الأولاد كما ريتوا المقلب بتاع نسيم إن شاء الله عجبكم قايم يلقى روحه في الثلج ومبيش على جراية ما هوش فاهم شيء صباح صباح تقول لي تسمعني عليا غير غير سيب 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 والله تعب هيك نسيم ها اعطيه اعطيه حتى بسرويله بسرويله ريض عاد المساند الرسمي المساند الرسمي اللي يقول ثلج صدين هكا هو هذاك هو يسي عاد يسي يسي انا فيدي معاش النجم بالقرس صدقوني بارده برشا الاولاد على الاخر ما عادش نجم جمله باهي الاولاد كيما تراو ان شاء الله عجبكم الفيديو نتاع اليوم اذا كانك اول مره تفرج فيا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك ريب الأولاد إذا كان عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك إذا كان عجبك الفيديو بيان سور إذا كانت أول مرة تراني ما تنسيش تعمل سبسكرايب سبسكرايب شوفوا نسيم مازال شيخة عليها عجرية ولا في بالي وصلنا لآخر الفيديو إن شاء الله في فيديو جديد دي مقعد وكونيكتي يا إلى بروشين باي